مرحبا. فتة الشاورما من الوصفات المميزة جدا، خليكن معي اليوم لنحضرها باستخدام منتجات الدرة. فتة الشاورما، رح نبدأ بغسل رز الدرة ونقعه لمدة نصف ساعة. رح نصفيه ونطبخه على النار باستخدام الستوك. رح ضيف رشي من الفلفل الأسود، رشي من الملح. رح نحركهم شوي ونتركهم يغلو، ومن بعدها رح نغطي الطنجرة. رح أبدأ بتقطيع الدجاج بشكل أصابع رفيعة. رح أستخدم بهارات شاورما الدرة، رشي من الملح، ثوم ناعم، معجون الطماطم من الدرة، ورح أضيف اللبن الرايب، زيت الزيتون، وكمية من عصير الليمون. نخلط المكونات مع بعضها وهيك بيكون دجاج جاهز. لتحضير صلصة الطحينية رح استخدم طحينية الدرة، لبن، عصير الليمون، رشي من الملح، ومنحرك المزيج بشكل جيد. على النار رح أبدأ بإضافة الزيت. رح ضيف الدجاج المتبل، إذا كانت الكمية كبيرة ممكن نقسمهم على دفعات صغيرة. رح ضيف طبقة من الرز، وبعد الخبز المحمص أو المقلي، الدجاج بعد ما يكون جاهز واستوى بشكل كامل، ورح ضيف صلصة الطحينة. صحتين وعافية.